نحن تخلقنا بأخلاق حبيب، نحن نتكلم بلسان حبيب. الذي قال الزينب يا عمه الوحيد حبيب سلام الله عليه، نحن نقول له لم نرد عليك بكلام يجرح، لأن أخلاقنا ما تسمح. لو يعلم 21 شهيد بني أسد مدفونين مع الحسين كان استحى من 21 شهيد، كان استحى من حبيب، كان استحى من رشيد الهجري، كان استحى من ميثم. بس احنا بالنسبة ما نسيل أي بشر ويعتذر من بني أسد، لأن نحن أنصار رسول الله، نحن أنصار علي بن أبي طالب، نحن أنصار فاطمة الزهراء.